مش هتكلم في الجزيرة خلاص. طيب ننتقل إلى شخص آخر. أنت هنا ليه مثلا؟ أنا والله فتيل وبنزين وافع الشعب يعني. يعني أنت يعني لما مسكوك كنت واقف فين؟ واقف عند المسجد. مسجد عمر مكرم؟ بتولع بنزين هنا ليه؟ ولعتش بنزين هنا. قول أنت بتقول. أي حد يولع أي حد في المسجد بيقابل اي حد في الشارع بيجوا علينا صغير كبير زي ما انت شايفها. انا حضرتك انا بسالك دلوقتي هم مسكوك ليه؟ ما ليه دي عايز اعرفها منك انت بس مش اكتر. انا عيل صغير عيل كبير بيجوا خلاص يعني هم جايبيننا انا برضو بسبب يعني حوار تاني يعني وكده. طيب اتكلم معاك انت برضو جايبينك هنا ليه؟ مين اللي جايبك؟ لا انا اخر واحد خش على دول. جايبينكم انتوا هنا ليه؟ انا دخلت على الجامع صاير بس دخلت وطلعوني تاني. ما قلناها بس كمي ما تجيبش سيرة. انت جيت هنا زاهر يعني قبضوا عليك ليه ولا مسكوك ليه؟ انا كنت مش كده لقيتهم مسكونا كده بيقولوا لي تعالى. يعني انت كنت بتعمل ايه سايب؟ انا كنت ماشي ما كنتش بعمل حاجة والله ما كنت بعمل حاجة. طيب انا اتكلم مع حد تاني برضو موجود هنا. انت انت جابوك هنا ليه؟ مين اللي قبض عليك؟ انا كنت نايم في التحرير ماشي وقمت الصبح دخلت الجامع الشطف قلعت الشبشب بتاعي طلع عشان البسه ما لقيتش الشبشب بتاعي. رحت سألت واحد بقول له انا عايز الشبشب الوقت الشبشب السرق. قال له خد اي شبشب قديم مركون على جنب بتاع حمام بتاع يا عم خده وامشي. خدت اي شبشب وماشي. قال لك لا انت حرامي بقى انت بتسرق الجزم وبتاع. ولا انا حرامي ولا اعرف اي حاجه ومش في اي حاجه وخدونه وضرب. بص بس انت دلوقتي يعني عادي يعني انك تاخد شبشب وتمشي بيه؟ طب ما انا الشبشب بتاع السرقه هعمل ايه؟ طيب ما انا لو معايا فلوس ما كنت اشتريت واحد. ما انا بقول له سالت شيخ بقول له يا شيخ انا عايز شبشب الشبشب السرقه. قال له خد اي شبشب قديم بس يكون شبهه. قلت ماشي. طب انا عايز اسال حضرتك برضو انت هنا ليه؟ انا كنت ماشي في الميدان ماشي اقعد لحضرتك. انا كنت ماشي في الميدان لقيت واحد زي الدكتور كده بيقول لي تعالى وبيرخم عليا انت بتعاكس البنات. المهم يعني شكلت معاه فلقيت واحد طويل كده راح واخدني. بقول له انت واخدني ليه؟ كان في عمليات تحرش بالسيدات امبارح كتير جدا. هل انت كنت واحد من الناس اللي كانوا بيتحرشوا بالسيدات امبارح؟ لا المهم خدني يعني هو بيتبلى عليك؟ معرفش. وبعدين ناس كتير هنا ضربوا. بل عليك ليه؟ هو يعرفك؟ معرفنيش بقى معرفش. هو يعني ناس كتير ضربتني واحد عورني في دماغي معلش ارجع لك تاني يا استاذ احمد لانه يعني مثلا اللي جنبي ده يعني انا مش عارفه عيل صغير يعني انا مش عارفه. انا مش شايفه برضو حاجه تقول انه كان في اثاره للفتنه وان هم مدفوعين من ناس من بره ومعاهم فلوس عشان ما اعرفش يعملوا ايه. يعني ده مثلا لو معاه فلوس مش هيجي بيها الميدان اصلا. لا حضرتك هو مش كله بيبقى مدفوع له فلوس عشان يجي بيها الميدان. يعني في طفل صغير بيخش بيسرق. يعني انتوا يعني يعني انتوا دلوقتي في حاله تنظيم لما سمعتوا انه في سرقات بتحصل وانه في تحرش بيحصل ان انتوا بتجيبوا الناس بعد ما بتقبضوا بعد ما بتجيبوهم هنا. استاذ مثلا النهارده الناس اللي بتحاول تنظم في الميدان لقيته بيفتح المشاجره في مكان ما فتم السيطره عليها وتهدئه الموضوع من مشاجره من اي حد بتحصل. فخلاص فوجئنا بيه بيفتح المشاجره والثانيه والثالثه في اكتر مكان وفي الاخر الموضوع بقى اكبر من ان احنا نسكت عليه. فلا تعالى انت كده مثير للشغب. فهي الموضوع ان احنا بيبقى فيه ظواهر معينه بتبدا تظهر وبتبدا تزيد فبنحاول السيطره عليها. نعم اشكرك. انتوا معاكم بطايق؟ معاكم بطايق؟ اشوفها كده؟ ممكن؟ نسيها عند واحد؟ يعني انت جاي ميدان التحرير من غير البطاقه؟ انا معيش بطاقه. اهدت عليا دي انا هفضل اتكلم في سنين مش ساعه ولا ربع ولا بس اهدى عشان انا انا عايز اعرف انت هنا ليه. انا عايز اعرف انت هنا ليه. انا اقول لك انا ميدان التحرير وعلى اللي حصل وعلى العمل بس اهدى بس. لا انا مش عايزك تقولي على ميدان التحرير. انا عايز اعرف انت هنا ليه. انا هنا ليه؟ مخطوف. مخطوف. اسمع بس ده انا اقول كلام بس اللي يفهم.
صلى على النبي بتاع دي هتخزن كده. الاول احب اصبع على الجزيره واقول كل سنه وانت احنا نهزر ولا ايه؟ هنهزر؟ ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. مصر هتفضل طول عمرها مصر زي ما هي. انا عايز اعرف دلوقتي الاستاذ بيقول عليكم بتسرقوا، هل انتوا فعلا بتسرقوا الناس في الميدان؟ عايزه تترقى الناس دي، عايزه. طيب نحن سنكتفي بهذا القدر من الحوار. اتفضل اذن حضرتك. ان زي ما قلت حضرتك كده، يعني بالاضافه للسرقات، بالاضافه لافتعال المشاجرات، في بعض الصبيه من دول مسكناهم بيبيعوا حبوب مخدره، بيبيعوا بانجو، بيبيعوا سجاير، حشيش كذا. طبعا احنا عمر التحرير ما سمحنا فيه بهذه الظواهر المسيئه، فاحنا دايما بنحاول ان احنا نحافظ على مظهر ميدان التحرير. يكفينا من القاب التشويه في الاعلام الرسمي، فاحنا بنحاول نظهر صوره التحرير الحقيقيه وان الشباب بتاعها. بس السرقه حاجه، وانه في ناس داخله ومعاها فلوس وبتوزع فلوس على المتظاهرين دي حاجه تانية. زي ما قلت لحضرتك، هو كل الانماط متعدده، واحنا مطلوب مننا نواجه كل ده بالاضافه انت كانك بشكل غير مباشر بتتهم اللي في التحرير ان هم قابضين. لا طبعا مش لازم، لا بالعكس يعني ممكن اللي جاي ده بيدفع فلوس عشان خاطر يفضلي الاعتصام ده، عشان خاطر يغري الناس ان هي تتخلى عن اهدافها. ولكن هل وارد فعلا ان واحد معتصم جاي عشان مطالب وقاعد بقاله 5 ايام او 6 ايام مستحمل الغاز المسيل للدموع، لما يجي واحد زي الاستاذ كده يديله مش عارفه 100 جنيه يقول هيروح؟ هو مش معنى ان انا اعرض الرشوه على موظف عام ان هو يكون موظف مرتشي. انا ممكن اعرض الرشوه لكن هو مش لازم يستجيب. اذا انا لما عرضت الرشوه دي جريمة. اذا سنكتفي بهذا القدر من الحوار، على الاقل نقلنا لكم جانب مما يحدث في اماكن في ميدان التحرير. كان فعلا هناك عمليات سرقه ونشل كثيره في ميدان التحرير خلال الايام الستة الماضيه. كان هناك ايضا عمليات تحرش جماعي بسيدات كثيرات هنا في ميدان التحرير، اخرها نقلناه اليوم على الجزيره مباشر مصر او جزء منه على الهواء مباشره. هناك ربما من تطوع أن يحاول أن يحمي ميدان التحرير من هذه الأشياء التي تحدث فيه، ولكن حتى نوضح فقط الصورة، نحن ننقل هذا الوضع كما هو، كما وجدناه نحن في قناة الجزيرة مباشر مصر، ولديكم ولكم كل التعليق، ولكم أن تروه بالشكل الذي ترونه. أعود الآن